يعني كل نهار ثلاثة لازم تكون الأجواء والعانة مع الدكتور نادر صعب. أهلا وسهلا فيك دكتور. أهلا وسهلا فيكم. شو أخبارك؟ أنا كثير بنبسط بس نبلش بالميوزك. ونحن كمان سعيدين كمان بوجودك معنا يا ميت. أهلا وسهلا. ودائما هيك كل جمعة بيكون في عنا شيء جديد نحكي عنه. هالأسبوع رح نحكي عن تقنية الألتيرا يلي عاملة هيك ضجة وثورة بعالم التجميل. خلينا نشوف التقرير يلي حضرت لنا إياه بالمستشفى الخاص فيك وبنرجع بنتابع. يلا. اللي عم نقوم فيه اليوم هو علاج جدا متطور الا وهو شد الوجه من دون جراحه، يلي هو بيلجا الى شد عضله الوجه باستعمال تقنيه الالتراساوند والراديو فريكوينسي. علاج جدا بسيط بيستغرق ساعه من الوقت، نقدر نحصل على شد للبشره اكيد ما تكون كثير مترهله للحصول على نتائج مرضية قد تدوم إلى 6 أشهر، ومن بعدها ما يستوجب إعادة العلاج مرة أخرى. هالجهاز هو لعلاج البشرة والوقاية من ترهل البشرة، كرمال هيك لازم يكون على عمر مبكر. هالعلاج بينقسم لثلاث أقسام: قسم ما يعنى بأسفل الوجه والحنك يلي كتير من السيدات بفتشوا عن المثلث الذهبي، القسم الثاني هو علاج الوجه، أما القسم الثالث هو يعنى بأعلى الوجه ومنطقة الجبين يلي بنقدر من خلالها نحصل على المانكن ليفت ونشد جبيننا وحواجبنا لفوق. مثل ما عم نشوف هالعلاج هو بيعتمد على الألتراساوند يلي من خلالها بنقدر نعرف وين عضلة الوجه أو ما يعرف بالسماس سيستم مسكولو أبونيبروتيك سوبرفيسيال دو فيزاج، أو العضلة الوجه السطحية تحت الجلد، وصول جميع الموجات الحرارية إلى هيدا المستوى يلي هو عضلة الوجه، وبالتالي يلي بتأدي إلى شد البشرة. هيك بعد ساعة من العلاج منلاقي عند مدام حداد كيف تغير الحنك، وبالتالي هون شدوا هالجولز أو ما يعرف بالبولدوك ساين، المثلث الذهبي عم يرجع يستعيد شكله. في شيب، مين ما بيحلم بهالفي شيب؟ عن جد كل السيدات بتلاقيهم عم بيحكوا بدهم هالشكل بالتحديد. خلينا نرجع نقول شو هي تقنيه الألتيرا وكيف تشتغل تحديدا دكتور. الألتيرا هي تقنيه جدا متطوره، من خلال ارسال موجات صوتيه او ما يعرف بالالترا ساوند بتقدر توصل الى عمق عضلة الوجه أو ما يعرف بالسماس، وبتقدر تشده شوي شوي تباعا مع مرور هالعلاج. أوكي. يعني it's high intensity focused ultrasound. أوكي. على الحدة اللي بتكون موجودة فيها بتقدر تشد عضلة الوجه، وبتشتغل على 3 طبقات. عضلة الوجه، على deep dermis يعني أسفل شيء بالسكن بالبشرة، وعلى سطح البشرة اللي هن التجاعيد. أوكي. يعني نكون عم نشتغل على 3 أشياء على مراحل مختلفة وعلى نيفو مختلف. نشتغل على العنق، نشتغل على الوجه وعلى أعلى الوجه لحتى نشد الجبين والحواجب بنفس الوقت. طيب دكتور، هل هالتقنية فيها تحل محل عملية الجراحية اللي هي شد الوجه؟ روزاريتا، الترهل وقت ما بيكون كتير وبيكون فائق عن حده وفي كتير ترهل، هون بقول أنا الحل الجذري ما له بديل اللي هو الحل الجراحي أو شد الوجه. أما هيدي التقنيات كتير مهمة حتى تكون وقائية وتكون علاجية، لكن ببداية الأمر يعني بقول على عمر 30-35-40-50 سنة نقدر نعتمد هالتقنيات يلي بتقدر تشد إلى حد ما البشرة من دون جراحة، من دون إزرقاء،
من دون ورم، من دون عواقب سلبية ما بعد الجلسة. تستغرق ساعة من الوقت للوجه كله. شو بتحس السيدة وقتها تكون عم تشتغل هالماشين هيدا؟ بتحس مثلا بشوية حماوة ولا أبدا ما في شيء؟ بتحس بشوية حماوة مع شوية وجع كتير، يعني قرصة بسيطة. نعم. يلي عادة نقدر نعطي أو بانادول أو بريفن قبل هالجلسة، أو يمكن عندي بالمستشفى بعطيهم شوية دورميكوم، هيك بيكونوا مرتاحين ما بيحسوا بشيء، والأوبريتر بيقدر ياخذ راحته وهو عم يعمل هالعلاج لحتى تقدر السيدة تستفيد. وأكيد بيختلف العلاج بين منطقة أو منطقة، الهدف منه الحصول على الفي شيب يلي هي شغلة كتير مهمة وكل الناس بفتشوا عليها. كل ما صار في تقدم بالسن، كل ما خف الكولاجين، كل ما ضعفت البشرة، كل ما فوقدنا الوزن، منلاقي الوجه بيهبط شوي وببلشوا الجولز يبينوا عنا او البولدوغ ساين. صح. وهون النتيجه بنصير نلمسها يعني بعد فتره مش دغري دكتور، لانه الكولاجين كمان بيكون عم بيشتغل او عم نحفز الكولاجين. يعني ننسي الاحساس تلمسيه دغري. دغري. تحسي وجهك انه عم بيشد من جوا، لكن على النظر بصير شهر بعد شهر نلاقي النتيجة أفضل وأفضل. نعم. أوكي. يعني إذا أخذنا صورة قبل العلاج وصورة مباشرة بعد العلاج منلاقي فرقت تقريبا سنتي سنتي ونص الجلد. نعم. طلعت طلوع يلي هو فعلا رماركاب. أما النتيجة اللي منشوفها هي اللي بتدوم، مثل نشوف بعد أسبوعين لشهر بتتغير، شهرين أفضل للست أشهر، لأنه هيدا بيكون عم بفعل الكولاجين بنفس الوقت وعم بيشد عضلة الوجه إضافة للدير من جوا. أوكي. تقنية فعلاً نانسي ثورية، لأنه في كتير عالم دكتور بيخافوا من الإبر وبفضلوا أنه ما يلجوا أبداً للجراحة. طيب شو الفرق هون بينه وبين تقنية الليزر؟ هلأ إذا بدك هيدا هو نوع من أنواع الليزر، لكن بيعتمد على الألتراساون الأشعة الصوتية. اما التقنيات الاخرى يلي بنستعملها، في عندنا ليزر ثاني بيعتمد على الحراره. اوكي. مثل الترماج، مثل هول اوقات معقول يؤدوا لحروقات بالوجه يلي هالشيء منه موجود مع الالتيرا. وبدي اقول انه الهاي انتنسيتي فوكست الترا ساوند هي العلاج الوحيد يلي هو مقونا ومرخص من قبل الاف دي اي، يعني مضمون، اتس جارانتيد. نعم. والنتائج اللي بنقدر نحصل عليها شو ما كان رح يكون افضل من قبل، حتى لو عندنا ترهل رح نتحسن شيء بسيط، ما رح يكون التحسن كثير، كرمال هيك بيبقى في محل للجراحه. وكوني انا جراح تجميل، انه انا بعمل الطب التجميلي وبعمل الجراحه التجميليه، هون بقدر يمكن وجه وانصح المريض شو الافضل حسب الحاله. هل هون افضل انه نلجا للجراحه او بنقدر يمكن نتوجه لعلاجات شبيهة لنأجل الحاجة للعملية الجراحية. طب ببعض الحالات بس بدي أسألك شغلة، لأنه أكيد في كتير يمكن سيدات أو رجال حتى كمان بيكونوا حابين يستفسروا عن هالموضوع، بتمشي إذا عاملين بوتوكس ولا فيلرز؟ هيدا is a complementary treatment، يعني هيدا مكمل للأشياء التانية. يعني أنا بعض السيدات وقت ما بدي ألجأ لعلاج المنطقة السفل من الوجه أو بدهم الحنك، ما بنقدر نعمل الألتيرا لإزالة التجاعيد بالجبين، هون بنعمل بوتوكس. بوتوكس. بقدر أعمل شوية إنجكشن، بقدر أعمل شوي كافيار وذهب مع الألتيرا، هيك بيطلع كله، تلاقي أنه فعلا الوجه عطى نضارة، عطى إشراق وشد بنفس الوقت من دون اللجوء لعملية جراحية. نعم. أوكي. يعني بقول أنا بنهاية المطاف شو في يجرب إشياء قبل ما فوت بالجراحة. أكيد. ليلى، وغالبا أنه الناس يمكن بيحبوا أنه يخلوا الجراحة للآخر. وفي ناس بفضلوا يمكن حتى على عمر مبكر يفوتوا بالجراحة لأنه بتضاين 10 سنين. صح. لحتى أقول لك الفرق بالجراحة، أنه دغري قد ما يكون في عنا ترهل منلاقي النتيجة فعلا فورية. يعني بعد ساعتين منلاقي يمكن قصينا 8 أو 10 سنتي من الجلد من كل ميل، ومنلاقي الوجه عن جد رائع يلي هالشي ما منلمسه بالألتيرا. الألتيرا هو علاج بسيط
صح. علاج بشد لكن ضمن المعقول ما بشد بطريقة يعني طبيعية قبل ما نلجأ للجراحة. صح. ميرسي كثير دكتور نادر، يعني دائما يلا انت من انا عملتكم التيرا اصلا انت كنت كثير محمسة هلا ما لانه صار لي شهرين بحكي انا وياك على الموضوع وناطرتها مناطرة يلا حجربها عليك رح اجربها ونخبر المشاهدين عنها. ثانك يو دكتور اكيد دائما الفقرة معك دكتور بتقطع بسرعة ما بنحس فيها ابدا. الله رح نشوفك الاسبوع المقبل. ثانك يو. فاصل قصير وبعده بنتابع خليكم.